حصوات المرارة منها ألم في البطن يستمر لساعات. توصيل خبر بتقول كتير مننا بيبقى عنده حصوات في المرارة ما بيكتشفش دي غير متأخر، ففي بعض العلامات اللي بتوضح للشخص انه مصاب بحصوات في المرارة. ايه هي العلامات دي؟ اول حاجة ألم في الجزء العلوي من البطن، غالبا بيكون على الجنب اليمين واللي بتكون يعني أسفل الضلوع مباشرة. تاني حاجة ألم في الكتف اليمين أو في ظهرك. تالت حاجة معدة مضطربة، ألم في المعدة وفي اضطراب فيها. رابع حاجة التقيؤ. الخبر اللي معانا بعد كده بيقول ساعتان أمام التلفاز لطفلك تنسيه ما تعلمه طوال 4 أشهر في الحساب والقراءة. تفاصيل خبر بتقول قام الباحثون في دراسة أجريت على أكثر من 1200 طفل أعمارهم ما بين 8 سنوات و 9 سنوات في أستراليا، بتقيم الأداء الأكاديمي على مدار عامين بالإضافة لتتبع عادات وقت الشاشة، وأدت ساعتان على الأقل من مشاهدة التلفزيون يوميا لخفض أداء القراءة بنحو 4 شهور من الدراسة خلال فترة الدراسة اللي بتبلغ عامين، وكانت ساعة واحدة فقط من وقت الكمبيوتر في اليوم مرتبطة أيضا بمستوى ضعيف مماثل من النجاح الأكاديمي في مادة الحساب. هنتكلم أكتر عن الخبر ده وإزاي نعلم أطفالنا ما يقعدوش كتير قدام التلفزيون مع ضيفتي اللي على التليفون دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور سامية. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور سامية. عايز أعرف من حضرتك إزاي أي أم بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي تقدر تتحكم في طفلها إنه ما يتفرجش على التلفزيون كتير، خاصة أكيد حضرتك عارفة إن المعاملة مع الأطفال بالعند، بمعنى أنت مش هتتفرج على التلفزيون فهو لأ أنا هيبقى عايز أتفرج على التلفزيون. إزاي تتعامل مع الطفل؟ إحنا مش المفروض بندي أوامر. تمام. إحنا الأول بنوضح لماذا. يبقى إحنا أول حاجة بنوضح لماذا. صحيح. واللي احنا مش متعودين عليه الامهات عندنا هنا او الاباء بشخص على طول ما تشوفش ما تعملش، فبالتالي بيتولد عنده العند. لا هعمل ده. عايز اقول لك لما بيكونوا بيربوا قطه في الخارج، لما بيربوا قطه بيقعدوا يتكلموا مع القطه دي او الصبح او ما يشوفوهم 10 دقائق وقبل النوم 10 دقائق. صحيح. تصدقي بقى؟ ايوه. بشوف اصحاب ليا كتير فعلا بيعملوا كده. يبقى لازم الطفل ما بنعملش معاه كده. الطفل على طول بنزعق بنثبت سلخ. الام متعوده انها تسلخ على طول. صحيح. وده بقى اللي بيخلي كمان الطفل يتعلم العند. فضروري جدا اول حاجه بقعد كده بهدوء 10 دقائق طبطب وادي له حاجه حلوه كده عشان يتبسط واقول له بص لما بتقعد كده بيحصل كده. عارفه لو انت عملتي كده هتلاقي هو هيقول لاصحابه بالطريقه دي. لكن اطلع ادخل مفيش تلفزيون. هو كده عينك هتوجعك. انا بشوف امهات بتسلك على طول. صحيح. انا شخصيا بتضايق. يعني انا شخصيا والله كلنا بنتضايق من اصواتهم حوالينا. ايوه. ما ينفعش يا استاذ. في حاجه تانية بقى لازم نقولها. الاسره في مصر بتخلف عشان تخلف. عشان ما يقولوش الست ما بتخلفش. وعشان كمان بيعلموها ان لما تخلف تقدر تمسك الزوج اكتر. وتقيده اكتر. دي نمره واحد. لكن قصد حضرتك يا دكتور ساميه وكل حاجه دي نمره واحد. نمره اتنين اتفضلي. عشان ما يقولوش مش بتخلف. نفس الشيء بالنسبه للراجل. نفس الشيء بالنسبه للراجل. فهنا اول ما بتتجوز شيء عجيب جدا وغريب ان يا دوبك ما يكونوش لسه مرت حاجه يقول لك هي مش حامل هي طبيعي. مش حامل. ما ينفعش. لازم يبقى في وقت هم يتبسطوا ويعرفوا بعض وياخدوا على بعض ياخدوا طباع بعض. صحيح. يعني قصدي حضرتك ان هم ياخدوا طباع بعض ويعرفوا يعني ايه مسؤوليه طفل جاي. بالظبط كده. وكمان يعرفوا انه مسؤوليه على فكره مسؤوليه صحيه. صحيح. ونفسيه. يكون عندهم صبر يكون عندهم قوه تحمل. صحيح. يعني يحط في دماغه كده بتحطيه تحطيه شمال يقول لك حاضر تحطيه مين يقول لك حاضر. صحيح. دي اللي احنا مش فاهمينها. الاب والام ضروري انه يقعدوا على الاقل سنه. صحيح. يقدروا ان هم يتفهموا بعض يا استاذ.
تمام. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره ساميه خضر استاذه علم الاجتماع في جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا مش هنروح الخبر اللي معانا بعد كده، بيقول اخطاء تسبب زياده الوزن بعد التمرين في بعد التمرين عموما في الجيم بقى او في البيت او ايا كان يعني بتعملوا فيه. الأخطاء دي كتير مننا بيقع فيها بعد ما بيخلص تمرين، هي إيه؟ استخدام المكملات الغذائية لأنها بتسبب زيادة في الوزن، ودي لارتفاع نسبة الكولاجين في الدم، وتاني حاجة تناول مضادات الالتهاب لأنها بتسبب احتباس السوائل في الجسم، كمان أكل الحلوى لأنها بتسبب ارتفاع الجلوكوز في الدم وانخفاضه مرة تانية. في كمان تناول الأكل الدسم، ومن أشهر برضو الأخطاء هو النوم بعد التمرين لأنه بيسبب تخزين الدهون في الجسم بعد التمرين، وده بيؤدي لزيادة في الوزن. مشاهدينا بالخبر ده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الأخبار، هنروح لفاصل ونرجع مكملين حلقتنا من عيادة.